الذين أتم الكتاب وكان معنا أكثر من شهر، والكتاب سهل و يعني يدعو إلى قراءته لأنه يتعلق بالمنهاج، منهاجك في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى وأحوال قلبك. طيب، من الذي لم يقرأ؟ من لم ارفع إيدك كده بشجاعة، يعني تعمل التقصير والقصور وتيجي ساعة ارفع يدك قل ها أنا ذا، ها أنا ذا لم أقرأ، وها أنا ذا لم أبالي، وها أنا ذا يعني نعم. والله شيء قبيح، قبيح بك يعني أن تتخلف ويسبق غيرك، وقبيح بك يعني في شيء سهل عليك. كم الكتاب؟ كم صفحة؟ 400 صفحة في شهر ولا أكثر؟ نصيب الصفحة كم يوم؟ أو اليوم كم صفحة؟ طبعا أنت عايز الصفحة كم يوم، ده حلو معك، نعم. لكن اليوم كم صفحة؟ يعني 10 صفحات أو. طيب، لو قيل لك ستأخذ ورقة مختومة أن هذه شهادة كذا من جامعة كذا، لكن يحتاج هذا منك أن تقرأ 10 الكتب، تفعل ولا ما تفعل؟ والله إنهم لا يفعلون. هذه فضيحة يا أخوان، عدم الالتزام ب يعني الجد والنشاط والهمة في الطلب، في حين أننا جميعا لا نقصر في الالتزام بمعاني الدنيا. لو قيل لك اقرأ هذا الكتاب وخذ 100 جنيه أو 1000، تقول مجنون هذا الذي ما قرأ؟ لا والله، ما هو بمجنون، أكثر منه جنونا الذي يغفل عن هذه المعاني. إنما هو عمر واحد وفرصة واحدة ونفس واحدة، وهذا يعينك على سلوك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، ماذا نفعل الآن؟ نمضي وينتهي الأمر ولا يعني نتراجع؟ عندنا إما فرصة الأسبوع القادم إن شاء الله وتكون الأيادي كلها مشرعة، وإما ننظر في شيء آخر. ما يصلح هذا، نحن لا نتعاطى كلاما مجردا، وإنما يعني نعالج دينا ومنهجا وتربية وطريقا، ونسير في طريق سار عليه من قبل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربما إخوانكم في مرحلة التمهيدية كانوا أحسن منكم حالا وأصدق منكم أداء، وإن شاء الله على الأسبوع القادم يعني يجبر الكسر إن شاء الله وتقال العصر. طيب، القرآن يا أخوان، القرآن على كل حال احتمال الأسبوع القادم يعني يكون في نوع امتحان سريع كده، ننظر ماذا فعلت في القرآن وإلى أي شيء مضيت في الكتاب، حتى لا يتوه بعض الناس في خلف الأعمدة وخارج المسجد ونحو ذلك، فينضبط كل شيء إن شاء الله. فأعد نفسك لمثل هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم، المصنف رحمه الله تعالى إنما يقصد في هذا الكتاب تفصيل أبواب الصفات خصوصا، ولهذا لما ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة الفرقة المنصورة إلى قيام الساعة أجمل
ما سوى الباب الذي هو عنوان الرسالة التي وصلت إليه. كانت الرسالة التي جاءته من أهل واسط متعلقة بتفصيل أبواب الصفات ومنهج السلف فيها، وكيف يرد على أهل التعطيل والتجهيل والتخييل وغيرهم من المنحرفين عن منهج السلف في هذا الباب. فأجمل المصنف رحمه الله تعالى بعض المعاني العامة وهي أصول الإيمان، ثم جعل يقول: ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بما وصف الله به نفسه، إلى آخر ما سيذكره ويدلل عليه. وهذا الكتاب يعني إنما قصدنا به ذلك، لأن عامة إخواننا في هذه المرحلة قد يعني مضى معهم قبل ذلك قراءات وربما مدرسات مضت معها أركان الإيمان تفصيلا. والشارح كذلك رحمه الله تعالى أجمل هذه الأركان كما ترى، يعني يمضي في قصد المصنف من تفصيل أبواب الصفات. وكان علينا إما أن نجمل يعني كل ركن من هذه الأركان في سطرين كما فعل يعني الشارح، وإما أن نفصل بعض التفصيل من باب يعني المراجعة. والعلم كما قال الشافعي رحمه الله: ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما نفع. ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما نفع. والعلم النافع هو الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والعلم النافع هو الذي يعالج القضايا المهمة في حياة العبد، والعلم النافع هو الذي يستجيب يعني الشبه والفتن فيعالجها، خصوصا إذا اشتهرت وانتشرت وعمت بها البلوى، فيقوم العلماء ينبهون على الخلل وكيف يكون إصلاحه وكيف يتصدى للبدع وكيف يعني يسعى في تجريد التوحيد لله عز وجل وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما ذكر المصنف هنا هذه الأصول الستة إجمالا، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، حسنا يعني أن نجمل أيضا أو يعني نفصل بعض التفصيل حتى يعني ندخل مع المصنف فيما قصد إليه من أبواب الصفات. والمقصود أن المصنف ذكر أن أول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بأصول الإيمان، وأصول الإيمان هي الستة التي جاءت في حديث جبريل قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأصول الستة أشير إليها في كتاب الله عز وجل غير مرة، تارة يذكر منها أربعة في آخر البقرة، تارة يذكر منها خمسة في النساء، والقدر ذكره في مواضع كثيرة: إن كل شيء خلقناه بقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين عن الله عز وجل مراده ويجمع هذا كله في حديث جبريل المشهور الذي يقول في آخره: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أول هذه الأركان الستة كما ذكر المصنف وهو في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله. والإيمان بالله هو الركن الأساس الذي تقوم عليه شخصية المسلم، وهو الركن الأساس الذي تنبني عليه بقية الأركان. فبقية الأركان كلها إنما تنبني على الإيمان بالله، فإننا بإيماننا بالله سبحانه وتعالى آمنا بالملائكة، لأن الله تعالى هو الذي أمرنا بالإيمان بالملائكة وبين لنا طبيعتهم ووظائفهم ومكانتهم وأقسامهم وموقف المؤمن منهم. وبالإيمان بالله كذلك نؤمن بالكتب التي أنزلها الله تعالى ودلنا عليها وسماها لنا، كذلك بالرسل، وكذلك باليوم الآخر وتفصيلاته التي جاءت في نصوص الوحي، وكذلك بالقدر. فالإيمان بالله هو أصل الأصول في الحقيقة، وإنما يدخل تحته كما قد درست سابقا ونكرر، فيعني بعض مسائل العلم تحتاج إلى التكرار. يدخل تحته أقسام التوحيد الثلاثة المعروفة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الأسماء والصفات فهو في الحقيقة موضوع الكتاب الذي سيجول فيه المصنف ويصول. وأما توحيد الربوبية فأنت خبير بأنه
توحيد الربوبية. خالق ربنا الرازق خالق كل شيء. هو الرزاق. نعم. وإثبات الله عز وجل أفعاله. نعم. توحيد الله بأفعاله. نعم. كمان. ويستوي في المؤمن والكافر فإن هو الخلق والأحياء والرزق والإماتة. نعم. ليس قصرا. كل هذا جميل وحسن الاعتقاد الجازم وهكذا كل اعتقاد لابد أن يكون جازما يعني متأصرا في القلب لا يحتمل نوع شك الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى هو الرب والخالق والرازق والمحيي المميت المربي لجميع الخلائق بأصناف النعم والمقصود هو توحيد الله تعالى بأفعاله وهذا التوحيد توحيد الربوبية دلت عليه الفطر السليمة ودلت عليه كذلك العقول الصحيحة ودلت عليه الشرائع التي بعث بها رسل الله عز وجل وأنبياؤه أما الفطر فالإنسان مفطور على أن هناك يعني إلها يحتاج إليه في الشدائد ويلجأ إليه عند الاضطرار حتى ولو كان يعني لا يؤمن به فإنه عند الاضطرار تجره فطرته إليه هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم ماذا يفعلون بفطرتهم دعوا الله مخلصين له الدين على أنهم سوف يعودون بعد انقضاء الإشكال فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فالفطر السليمة ترتبط بالرب سبحانه وتعالى والعقول السليمة كذلك فإن الإنسان إذا تأمل في هذا الكون ويعني نظامه الذي لا ينخرم وما أودعه الله عز وجل فيه من عجائب تمشي وتسير بنظام يعني ثابت لا يتخلف لا الشمس ينبغي لها أن تسبق القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون علم بعقله أن يعني لهذا الكون ربا خالقا رازقا مدبرا وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولقصور الإنسان وضعفه فإن الله تعالى لم يكتفي بهذه الأدلة مع قوتها وظهورها حتى أرسل الرسل وأنزل الكتب وفي ضمن ما جاءوا به التنبيه على هذا النوع من التوحيد لكن هذا النوع من التوحيد لا يكفي للنجاة في الحقيقة لأنه يعني اتفقت عليه أصناف العالم وحتى من تظاهر بإنكاره فإنه في الحقيقة لم ينكره ولا يعرف أحد من الناس إلا وهو يثبت هذا النوع من التوحيد حتى أتباع الرسل الذين عاندوا المشركين قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهل قوم يعني صالح الذين أرادوا أن يقتلوه أن يقتلوا الناقة يعرفون الله قالوا تقاسموا بالله حتى إبليس قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم هو يعرف أنهم الرب الخالق الرازق وحتى المشركون من قريش ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والبصر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر كل هذه المعاني فسيقولون الله وإذن لم تكن القضية مع الأنبياء قضية توحيد الربوبية وإن كان أهل الكلام أخطأوا في هذا الباب والفلاسفة والمناطقة وهؤلاء جميعا وظنوا أن القضية قضية توحيد الربوبية وجعلوا يتعبون أنفسهم في الاستدلال على إثبات توحيد الربوبية وظنوا أن هذا هو نهاية التوحيد وربما جرى بعض الصوفية وراءهم في هذا المعنى بل كثير من الصوفية وهذا يعني من الجهل بالله عز وجل وإنما التوحيد الذي هو قطب الرحى والذي هو يعني يتوقف عليه مدار الأمر والذي هو الهدف في الحقيقة من بعثة الأنبياء ومن خلق الإنسان وغيره من المخلوقات والجنة والنار الذي تقوم لأجل سوق الآخرة والتوحيد الثاني توحيد الألوهية هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد توحيد الله بأفعال العباد يعني يسمى توحيد العبادة يعني أن تصرف العبادات كلها إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي شق على المشركين في يعني كل أقطار الأرض وإلا فرعون الذي كان يدعي الربوبية هو في قرارة نفسه يعرف أن الربوبية ثابتة ولما نظره موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء
إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني ما أنت عارف أنه أنت لا تصدق نفسك في قولك أنا ربكم الأعلى، وجحدوا بها واستيقنتها، يعني تظاهر بالجحود وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ابني يا همان ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وهو الكاذب وهو أول من يعلم أنه كاذب، وإلا فهو يعلم في قرارة نفسه أنه يعني لهذا الكون ربا خالقا رازقا مدبرا، هو يعرف هذا. ليست القضية في الربوبية، وإنما الذي نازع فيه هؤلاء في يعني إثبات الألوهية لله، لأن إثبات الألوهية معنى توحيده بالعبادة، معنى ألا تصرف العبادات إلا له سبحانه وتعالى، والعبادة كمال الذل مع كمال المحبة، ولا يجتمع هذا إلا لله سبحانه وتعالى. فإن كل إنسان يمكن أن يحب لكن من غير ذل وخضوع، ويمكن أن يزل ويخضع لبعض الجبابرة ونحوهم لكن من غير محبة، فإذا اجتمع الحب مع الذل فهذا هو المعنى الذي لا يتصور إلا في حق الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يحب الله ويذل له ويخضع، ومن هنا يأتي معنى توحيد العبادة، ولذلك فإنه لا يتقرب إلا إلى الله سبحانه وتعالى بأصناف العبادة من ذبح ونذر وخوف ورجاء واستعانة واستغاثة وصلاة وصيام وغير ذلك. ومفهوم العبادة واسع في الإسلام، كل ما يتقرب به إلى الله فهو عبادة، وهذا من ثمرة العلم. إذا علم الإنسان أن مفهوم العبادة واسع فإنه ينوي التعبد لله عز وجل بكل أحوال، حتى لو ابتسم لصاحبه أو زار جارا له أو أماط أذى عن الطريق أو احتسب صبرا على يعني إيذاء جيراني أو إخواني أو نحو ذلك، هو يتعبد بكل هذا، حتى في نومه وحتى في مسامرته لضيفه وحتى في ملاعبته لأهله، هو ينوي بكل هذا العبادة لله عز وجل، لأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذا كان الأمر كذلك فإننا بحاجة هنا أن نفرق بين التوحيد، أو أن نذكر العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية دون العكس، توحيد الإلهية توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية دون العكس، بمعنى أن من وحد الله تعالى في إلهيته، من وحده بأفعال المخلوقين، فإنه لا يتصور هذا إلا لمن هو الرب الخالق الرازق المحي المميت. فمن أثبت توحيد العبادة توحيد الألوهية فقد دخل في هذا توحيد الربوبية ولا بد، لكن من أثبت توحيد الربوبية لا يلزم منه أن يكون، ولهذا المشركون أقروا بالربوبية وامتنعوا من العبودية. وإن كان في الحقيقة توحيد الربوبية يستلزم، لكن فرق بين يستلزم وبين يتضمن. يتضمن يعني داخل فيه، توحيد الربوبية في الحقيقة داخل في توحيد العباد، فالذي يفرض الله تعالى بالعبادات لابد أن يفرده أيضا بأنه هو المدبر والخالق للكون، لأنه لا يكون هذا إلا ممن هذا شأنه. لكن قد يثبت يعني ربوبيته وأنه الخالق والمدبر والرازق ويتخلف عن عبادته، على أن توحيد الربوبية كما قلنا يستلزم. فالإنسان إذا عقل وكان موفقا فإن الذي يدبر العالم والذي يعني يخلق الكون والذي يرزق ويحيي ويميت هو أهل في الحقيقة لأن يفرد بالعبادة. هذا يعني ما يكون من العلاقة بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة هو يعني معنى واحد، والمقصود في توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أنه لا يجوز صرف نوع من أنواع العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، وأن الوقوع في ذلك شرك، شرك أكبر. ومن هنا يفهم ما عليه كثير من أهل زماننا من صرف كثير من العبادات إلى غير الله، حين يعتقدون في غير الله أنه يجلب النفع أو يدفع الضر، كأصحاب القبور والموتى وأصحاب الأضرحة ونحو ذلك، هذا نوع شرك. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء عليه من قلوب الناس، فالواجب أن نسعى
في بيان هذا للناس، ولا يصح أن نقبل منهم شبهاتهم من مثل قولهم يعني إنما هم قوم صالحون ونحن يعني نستشفع بهم على الله، لأن هذا هو نفس قول المشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه شبهة قديمة في الحقيقة، وهو نفس كلام المشركين. ولهذا ينبغي أن نسعى في تجريد التوحيد على النحو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نبين للناس أن الخلق كانوا على شريعة من الحق كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة، يعني على التوحيد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وإنما كان ذلك لما نشأ الشرك في قوم نوح، وكان أصله من باب التصوير الذي هو ذريعة إلى الشرك، وهذا معروف. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، كانوا قوما صالحين كما قال ابن عباس. فلما ماتوا أراد يعني الشيطان أن يوسوس لهم من هذا الباب، فوسوس لهم أن يقيموا لهم صورا لا ليعبدوهم، ولكن ليذكروا يعني من شأن عبادتهم فيعبدون الله سبحانه وتعالى، ففعلوا. ومع توارد الأجيال كان هذا ذريعة إلى الشرك. جاء جيل بعد جيل بعد جيل، وقالت الأجيال المتأخرة ما فعل أسلافكم هذا إلا لمنزلتهم وإلا لعبادتهم، فصاروا ينظرون على عبادته. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوق ويغوث ونسرا، يعني لا تتركوا عبادة هؤلاء. وكان يعني جولات نوح صلى الله عليه وسلم معهم في يعني نهيهم عن مثل هذا. ولهذا يعني لا بد في هذا الباب أن تنتبه إلى بعض هذه الصور التي تجلب أنواع الشرك، منها الغلو في الصالحين. والغلو في الصالحين هو باب من أعظم أبواب الشرك. وحتى الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا، يقول لا تطروني، والإطراء هو المدح الزائد كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومنها كذلك يعني تعظيم القبور والبناء عليها، وقد جاء شر مستطير في هذه الأمة من هذا الباب. ولهذا أغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب وقال في من يفعل هذا أولئك شرار الخلق عند الله، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح دفنوه وبنوا على قبره مسجدا. وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن ذلك يعني النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، مع أن أحد من الناس يقول ما يتصور، يعني لا يتصور فينا نحن فيما تظن أنت، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم، ألا يعلم من خلق؟ وهذا وقع. ولهذا نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها خشية يعني التشبه بهؤلاء، ثم أن يكون ذلك ذريعة إلى مثل أفعاله. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الألفاظ التي قد يعني تكون ذريعة إلى هذا، بقولك ما شاء الله وشئت وأنا بالله وبك وتوكلت على الله وعليك ويعني نحو ذلك ولولا الله وأنت، كل هذا ذريعة إلى الشرك من تجريد التوحيد البعد عن مثل هذا. كذلك الوفاء بالنذر لا يجوز إذا كان في مكان يعني فيه معصية أو فيه صنم أو عيد من أعياد الجاهلية كما هو معروف في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك صور يعني معاني التصوير كلها هي أيضا من مضاهات خلق الله عز وجل ومما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه معاني لابد أن تجددها يعني مع نفسك، وأن تحرص على تعليم يعني من حولك هذه القضايا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتأ يؤكد ويعيد ويكرر هذه المعاني، حتى يعني قبيل موته بأيام قلائل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ينهى أمته عن مثل هذه المعاني. ولهذا لا ينبغي أن تثار الشبه عند كثير من الجهال والعامة بأن أمة محمد بخير وأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على هذا المعنى العام، هذا كلام صحيح. لكن من قال لا إله إلا الله بحقوقها، من قالها عالما معناها وكان عاملا بمقتضاها بالقول والفعل وكان مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، وليس مجرد اللفظ. وإلا فالمنافقون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا إله إلا الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم
إنك لرسوله، لكن والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ليست العبرة بالقول، ما أكثر من يقول لا إله إلا الله وهو ينقضها نقضا، فهذه شبهة لا ينبغي يعني أن تكون، وينبغي ردها، واعتبار أن مجرد التلفظ من غير القيام بهذه المعاني هذا يعني خطير. كذلك يعني لابد من الانتباه إلى أن الناس وقعوا في الشرك في التوكل على الله، وقعوا في الشرك في الخوف من الله سبحانه، في الخوف يعني من غير الله سبحانه وتعالى، وفي التوكل على غير الله، وفي الاستعانة بغير الله، وفي طاعة غير الله عز وجل، حين يأخذون يعني من غير شريعة الله سبحانه وتعالى، ويطيعون يعني أربابا من دون الله عز وجل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم: يا رسول الله ما كنا نعبدهم؟ قال: ألم يكونوا يحلون لكم الحلال ويحرمون عليكم الحرام فتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. فكل من أطاع يعني مخلوقا أو معبودا أو مطاعا في غير طاعة الله عز وجل فهذا نوع أنواع الشرك. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى أن قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمؤمن الموحد الذي يثبت لله تعالى ألوهيته ويتوجه إلى الله تعالى بتوحيد العبادة يجتهد في ألا يصرف شيئا من معاني العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. هذه يعني المعاني التي نراجعها معا من معاني توحيد الألوهية ومن معاني توحيد الربوبية، هي داخلة في الركن الأول والأساس الذي تنبني عليه شخصية المؤمن والذي تنبني عليه بقية الأركان، وهو الإيمان بالله عز وجل. ومثل هذا يفترض أنه تقدم معك مرارا قراءة ومدارسة وسماعا ويعني موعظة، وهذا يعني أصل أصيل أجدد يديك عليه حتى يأتيك في هذا الكتاب المبارك التنبيه على ثالث يعني أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. قال المصنف: وهو الإيمان بالله وملائكته. والإيمان بالملائكة ثاني هذه الأركان. والمقصود بالإيمان بالملائكة الإيمان المطلق التصديق، والإيمان المقصود به التصديق يعني التصديق يعني الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى ملائكة وأنه موجودون وأنها مخلوقات نورانية كما وصف الله تعالى، والحديث صحيح مسلم: وخلقت الملائكة من نور، وأنهم كما وصفهم الله تعالى عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأن هؤلاء الملائكة يعني مسكنها السماوات، وأن الله تعالى جعلهم رسلا بين الله وبين خلقه، فوسائط بين الله وبين خلقه، يقومون بشأن العالم بتدبير العالم العلوي والعالم السفلي بأمر الله سبحانه وتعالى. فأن هؤلاء الملائكة الإيمان بهم على يعني وجهين: وجه إجمالي وجه تفصيل. الوجه الإجمالي أن نؤمن الإيمان أو أن نثبت الإيمان بالملائكة عموما كما أمر الله تعالى بذلك، كل آمن بالله وملائكته، وأن نحذر من إنكار شيء من ذلك، ومن يكفر بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ونثبت لهم فضائلهم ويعني ما شرفهم الله عز وجل به، ونثبت لهم أنهم كما ذكر الله تعالى: أولي أجنحة، الحمد لله فاطر السماوات وجاعل الملائكة أولي أجنحة، مثنى وثلاث ورباع وربما أزيد من هذا، كان لجبريل 600 جناح وهو مقدم الملائكة ورئيسهم، وأنهم يعني مخلوقات يعني فيها من الجمال. ولهذا لما كان جبريل ينزل في صورة بشر كثيرا ما كان ينزل في صورة دحية الكلبي، صحابي من أجمل الناس يعني خلقا. الله تعالى وصف ملائكته بيعني أوصاف كثيرة ورفع من شأنهم حتى قرن شهادته على توحيده بشهادتهم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، فقرن شهادته بشهادة الملائكة على أجل مشهود به وهو توحيده سبحانه وتعالى. ويذكر الله تعالى من شأنهم أيضا العلو والقرب: لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، فهم الملأ
الأعلى يشهده المقربون يعني كذلك من الملائكة. ويذكر الله تعالى يعني من جملة كل هذا إيمان إجمالي، وهناك إيمان تفصيلي أن نؤمن بمن سمى الله تعالى من الملائكة. فالله تعالى سمى ملائكة سواء في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسمى لهم وظائف، فنحن نؤمن بهذا على التفصيل. نؤمن أن أفضل الملائكة هو الملك الموكل بالوحي وهو جبريل، وهو يعني كبير الملائكة، نزل به الروح الأمين يوم يقوم الروح والملائكة، وإنما خص الروح وهو يعني مقدم الملائكة لمزيد شرف، كما تقول أنت حضر الناس والأمير، والأمير من الناس، لكن لأنه يعني له من الشرف ما اختص أن يخص وأن يذكر وحده. كذلك جبريل أفضل الملائكة، وبعده يأتي ميكائيل وإسرافيل، والنصوص في هذا من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، فذكر الله تعالى جبريل وذكر يعني ميكال الذي هو ميكائيل في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يذكر إسرافيل وهو النافخ في الصور، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه، وكذلك ملك الموت، ولا نسميه عزرائيل لأنه لم تصح هذه التسمية، لكن ملك الموت ثابت، قل يتوفاكم ملك الموت، ولا حاجة إلا معرفة اسمه ما دام الله تعالى لم يسميه لنا. وملك يعني الموت من الملائكة الذين نثبته، نثبت كذلك حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله، نثبت يعني كذلك رضوان خازن الجنة وثابت اسمه في السنة، ومالك خازن النار، والنار مالك مقدم خزانتها، لكنهم كثيرون عليها 19 يعني من الملائكة مقدمهم مالك، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. نثبت كذلك من الملائكة الموكلون بحفظ يعني بني آدم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، والموكلون بحفظ أعمال العباد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كذلك الملائكة المتعاقبون الذين يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يصعدون بأسماء الذاكرين والذاكرات إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الملائكة الموكلون بالرحم، إذا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع، بكتب رزقه وعمله وعمره وشقي أو سعيد. وكذلك كل ما ورد في النصوص النص عليه أو على اسمه أو على وظيفته نؤمن بهذا تفصيلا، ثم بعد هذا نؤمن إيمانا إجماليا بما خلق الله تعالى من الملائكة، وأنهم كثيرون لا يحصيهم العاد، لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى الذي قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها 4 أصابع أو موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع أو قائم في بعض الروايات. وأصل الملائكة من الألوكة وهي الرسالة، وهذا يدل على موضوع الملائكة وأنهم مرسلون من الله سبحانه وتعالى إلى خلق. تأمل كل شيء في هذا الكون في العالم العلوي والسفلي، فإن الله سبحانه وتعالى جعل من الملائكة من هو موظف في يعني تدبيره وإدارته، حتى ما تتعجب منه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين أمنوا، حتى الاستغفار للمؤمنين والدعاء للمؤمنين، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقيم السيئات، كل هذه دعوات من الملائكة للمؤمنين. فوظائف الملائكة كثيرة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. والملائكة لها قدرة التشكل بأشكال المخلوقين، لها تشكل بأشكال مختلف، ويمكن أن تأتي على ظاهرها، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين، رآه سادا ما بين الأفق له 600 جناح، هذا خلق عظيم، وهذا لم يحدث إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحتاج إلى تأييد ومعونة. لكن كثيرا ما كان يأتي في صورة أعرابي كما في حديث جبريل، طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ثم قال لهم إنه جبريل. وقد يأتي في صورة دحية الكلبي، وربما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أثره ويتلبس بالوحي دون يعني أن يراه،
كل هذا مما يتعلق بالإيمان بالملائكة. ثم بعد هذا أثر الإيمان بالملائكة لابد أن ينطبع في قلب الإنسان. القضية ليست قضية يعني علوم يعني مجردة، إنما العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ. كما قلنا ينتفع المؤمن بالإيمان بالملائكة في يعني إثبات سعة ملك الله سبحانه وتعالى وضخامة هذا الملك على نحو يعني عجيب، فإنه يعني مع كثرة مع عظمة هذا الملك فيما يرى، فإن وراء ذلك مما لم يره ما هو أعظم وأعظم وأعجب وأعجب. أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويصف من يعني عظم خلقه إنما بين منكبه كما بين كذا وكذا. هذا إذا استحضره العبد يعني يمتلئ قلبه باليقين بربه سبحانه وتعالى. ثم إن العبد أحيانا تعتوره بعض الصور يعني الضعف والعجز، وربما يعني تأثر من إعراض المعرضين وربما كفر الكافرين، فإذا لاحظ هذا المعنى حتى لا يصاب بالإحباط ماذا يفعل؟ يتأمل أن وراء ذلك أن هناك من يعبدون الله سبحانه وتعالى ويسبحون بحمده ويسجدون له ويركعون ممن لم يرى. لأن الإنسان قد يوجد في قوم كافرين، قد تكون أو قد تسافر إلى بلدة كلها يعني كافرة، فيعني يعتريك الضيق، تقول سبحان الله ما من أحد يذكر الله تعالى في هذه البلدة، ما من أحد يصلي لله عز وجل. هنا يأتي معنى الإيمان بالملائكة، تقول هذا الجو مليء بالملائكة ممن لم نرى ممن لا نراهم، لكن إنهم يعبدون الله ويوحدونه ويسجدون له ويصلون ويستغفرون للمؤمنين. هذا يثبتك ويعينك ويؤيدك. والمقصود يعني أن هذا أيضا مما تحتاج أن تتأمل فيه في آثار، وقد تكلم علماء في هذا كثيرا في آثار الإيمان بالملائكة. لكن لأجل الوقت ننتقل إلى ثالث هذه الأركان، الإيمان بالكتب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. والإيمان بالكتب كذلك فيه إجمال وفيه تفصيل. وأصل الإيمان بالكتب التصديق بها، التصديق بأن هذه الكتب هي كلام الله سبحانه وتعالى وأنها فيها الهدى والنور. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهذه الكتب إنما هي محض رحمة من الله عز وجل بعباده، لأن الله تعالى لم يترك الناس إلى عقولهم وفطرهم، وإن كانت لكافية لكنه راعى يعني ضعفهم وعجزهم فأرسل الرسل وأنزل الكتب. موضوع الرسالة رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل، فحتى لا يترك الناس إلى عقولهم فتتوه وتضل وتتبعثر الفهوم. اقتضت حكمته أن ينزل هذه الكتب. وقال الله تعالى منذ القديم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. منذ أن أنزل وأهبط آدم وحواء إلى الأرض وهو يعدهم بهذه الكتب، فإما يأتينكم مني هدى، سيأتيكم يعني من معاني الهداية فيما يعني يكون من وحي الله عز وجل، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والناس مع الكتب أقسام ثلاثة، منهم من كذب بها كلها، وهؤلاء عموم طوائف الكافرين الذين لا يؤمنون بالله عز وجل، ومنهم من صدق بها كلها لكنه توقف في نوع كتاب، كما فعل يعني اليهود حين صدقوا بالكتب كلها وبكتاب نبيهم لكنهم اتهموا المسيح صلى الله عليه وسلم وسعوا في إزائه ولم يؤمنوا به وشنعوا عليه أشد التشنيع، وكذلك فعلوا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم النصارى الذين آمنوا بالتوراة وآمنوا بالإنجيل إلا أنهم توقفوا في الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القسم يلحق بالقسم الذي قبله. لماذا؟ لأنه لا فائدة من يعني تصديق المرسل في بعض ما أرسل وتكذيبه في البعض الآخر. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إذا كان المرسل واحدا فإما أن تصدق بكل ما جاء به وأرسل وإما أن تكذب. ولهذا أسعد الناس في هذا الباب هم المؤمنون المسلمون الذين قالوا لا نفرق بين أحد من رسله، يعني لا نفرق بين يعني رسول ورسول وبين كتاب وكتاب، كما قال الله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله
من كتاب، يعني كل الكتب آمن بها الرسول والمؤمنون كذلك، فهم أسعد الناس بالإيمان بالكتب. وأما اليهود والنصارى وغيرهم فهم كافرون بكتب الله عز وجل كلها، لأن الذي كفر بكتاب من الكتب فقد كفر بالكتب كلها. ولهذا القسم الثالث هم المؤمنون، هم أسعد الناس بهذا الباب، الذين لم يختلفوا على كتب الله تعالى. لكن الذين أوتوا الكتاب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. أما المؤمنون فإنهم يؤمنون بكل كتب الله عز وجل، والإيمان بالكتب كذلك إجمال وتفصيل. أما الإجمال فهو ما تقدم من هذه يعني المعاني، وأما التفصيل فخصوص الإيمان بما سمى الله. سمى الله تعالى لنا صحف إبراهيم وموسى، وسمى الله تعالى لنا التوراة التي نزلت على موسى، وسمى لنا الإنجيل الذي نزل على عيسى، وسمى لنا الزبور الذي نزل على داود، وسمى لنا القرآن الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بهذا كله تفصيلا، ثم نؤمن وراء ذلك إيمانا إجماليا، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. مع خصوص القرآن لابد أن نؤمن بخصوصية هذا القرآن، من خصوصيته أنه الكتاب الخاتم، ولأجل هذا فهو كتاب محفوظ، وكل ما كان قبله من الكتب فإن الله تعالى لم يتكفل بحفظه، ولهذا يعني حرفه قومه وأضاعوه، ضرورة أنه ليس يعني إلا لقوم معينين. فإذا انتهت هذه الحقبة فإن هذا التشريع نسخ بمن سيأتي بعدهم. أما هذا الكتاب فلأن الله تعالى علم أنه كتاب خاتم لأمة خاتمة، وأنه سيبقى أبد الآباد إلى أن يأذن الله عز وجل بخراب الدنيا، فكان من الله سبحانه وتعالى أن حفظ هذا الكتاب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ الله عز وجل كتابه فلا يتطرق إليه تحريف أبدا. ولهذا ليس كتاب في الدنيا يعنى به ويعتنى به ككتاب القرآن، ولا تكتر فيه حرفا ولا يعني شكلا ولا نقطة في غير مكانها. ولو أتيت بآلاف وملايين النسخ فإنك ترى عناية عجيبة، مع أن الناس في زماننا مع كثرة يعني ثورة الطباعة ونحو ذلك يحدث كثير من التحريف والتصحيف، إلا في هذا القرآن يرزق الله عز وجل المؤمنين من أنواع الالتزام والثبات والهداية والضبط والدقة، بحيث لا تكاد ترى مصحفا في كلمة ناقصة، أو يعني هذا ليس مجرد يعني شيء ينسب إلى أصحاب المطابع فإنهم كثيرا ما يفسدون، لكن هذا في الحقيقة نوع من معاني حفظ الله عز وجل. وحفظ الله تعالى القرآن يحفظه في الصدور ويحفظه كذلك في السطور. فلو ذهبت يعني المصاحف جدلا التي لو لم تجد مصاحف بين أيدي الناس فإنه محفوظ في صدور الناس، تأتي بالحفظة وتجعلهم يقرؤون، هذا يقرأ مثل ما عند هذا لا يختلف عليه في شيء. هذا كله من معاني حفظ الله عز وجل. ومن معاني يعني الإيمان بكتاب الله عز وجل القرآن تحكيمه في أحوال الناس، فإن الله تعالى لم ينزل القرآن لمجرد أن يكون يعني يوضع في يعني الغرف والأماكن التي يراد لها تحقيق البركة ونحو ذلك، وإنما أنزل الله تعالى الكتاب كما قال: كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول الحسن رحمه الله: إن هذا القرآن قرأه يعني صبيان وأحداث لم يفهموا معناه، والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. يقول الحسن: وما تدبر آياته؟ اتباعه بعمله، يعني اتباع الكلام بالعمل. أما مجرد القراءة وأن الناس يقرؤونه في المناسبات وفي بدايات الاجتماعات واللقاءات ثم يعني لا يعملون به، هذا نوع من الكفر بهذا الكتاب في الحقيقة، ومن أعظم كفر نعمة الله عز وجل. أو أن يأخذوا به في الأحوال الشخصية ونحو ذلك لمجرد أنهم لم يحسنوا أن يخترعوا يعني نظاما في الأحوال الشخصية، ثم لا يتحكمون إليه ولا يحكمونه في حدودهم وفي قضاياهم وفي أحكامهم. لا شك أن هذا يعني من الخلل العظيم الذي لا يناسب الإيمان بكتب الله عموما ولا بالقرآن خصوصا. من خصائص هذا القرآن كذلك، وهو من ضمن الإيمان بالكتب، أن يعني نثبت له هذه الخاصية التي جعلها الله عز وجل له وسماه مهيمنا عليه. فالقرآن مهيمن، وأنزلنا إليك الكتاب
بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. معنى هيمنة القرآن على الكتب التي قبله أنه الشاهد عليها وأنه المؤتمن في شأنها وأنه يصوب ما يعني فيها من صواب ويثبت ما فيها من خلل، فتعرض الكتب السابقة على القرآن، فما وافق القرآن فهو حق وما خالف القرآن فهو باطل. وهذا من معاني هيمنة القرآن على الكتب الذي قبله، وذلك لأنه محفوظ، وأما الكتب التي قبله فإنه يعني اعتراها يعني كثير من التبديل والتحريف. إذا جاء في بعض يعني صحائف التوراة مثلا كما ترى بين أيديهم الآن أنواع مما لا يليق بعصمة الأنبياء، فإن في كتاب الله عز وجل ما يثبت أن الأنبياء هم أكمل الخلق علما وعملا وحالا ودعوة، وأنهم قد بلغوا ويعني أدوا الرسالة وبلغوا الأمانة ونصحوا لأممهم، فيكون يعني كون القرآن مؤتمنا على ذلك أن نقول هذا كلام تحريف وهذا الكلام ليس من كلام الله عز وجل. وإذا كان في الإنجيل أن يعني المسيح يعني صلب ونحو ذلك من المعاني، ثم نجد في القرآن وما قتلوه وما صلبوا ولكن شبه لهم، يكون ما في الإنجيل من التحريف، والقرآن لأنه شاهد ومؤتمن على الكتب قبله يصوب ويصحح، وهذا من خصائص هذا الكتاب المبارك الخاتم المحفوظ بحفظ الله عز وجل. قال الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، رابع هذه الأركان الإيمان بالرسل، والمرسلون هم يعني خلق من الناس وبشر من البشر، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. والمرسلين يعني بشر من البشر لكنهم مخصوصون بالاصطفاء، فالنبوة والرسالة ليس بالمجاهدة ويعني المعالجة، وإنما نوع اصطفاء واجتباء من الله سبحانه وتعالى. فاصطفاهم الله عز وجل وعلم الله سبحانه وتعالى كمالهم وأودع فيهم هذا الكمال وأرسلهم إلى يعني أقوامهم، ومنهم من أرسله إلى الناس عامة كنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن جميع المرسلين صادقون مصدقون، صادقون فيما أخبروا به عن الله، مصدقون من قبل الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز التفريق بين الرسل، لا نفرق بين أحد من الرسل، والتفريق بين الرسل يعني كذلك الكتب، يعني الإيمان بالبعض والكفر بالبعض. فاليهود لا يؤمنون بنبوة عيسى، والنصارى لا يؤمنون بنبوة يعني نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكل هذا يعني من التفريق بين الرسل. وأسعد الناس في هذا الباب المسلمون، فإن المسلمون آمنوا بعامة رسل الله عز وجل، لم يفرقوا بين أحد من رسل الله عز وجل. والرسل وسائط بين الله وخلق، وهذه الوساطة في وساطة شركية ووساطة يعني إيمانية. الوساطة الصحيحة أنهم وسائط بين الله وخلقه في تبليغ ما أراد الله عز وجل تبليغه إلى الناس. يأتي الرسول يقول يعني أنزل علي كذا، والله تعالى أمركم بكذا وينهاكم عن كذا. من هذا الباب هذه وساطة صحيح وساطة توحيدية، لأنه إنما جاء ليبلغنا عن الله. لكن هناك وساطة شركية، أن يتخذه الناس يعني إلها من دون الله، أو أن يضفوا عليه بعض المعاني التي لا تصح إلا لله، كالذي يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها، أو الذي يقول يا أكرم الخلق مالي من أجود به سواك ونحو ذلك من المعاني، أو الذي يقول يا نبي أو يا رسول الله اقضي لنا وافعل لنا ويعني كن لنا وبسرك وبجاهك ونحو ذلك. هذا يعني مما لا يجوز. والله سبحانه وتعالى يعني جعل موضوع الرسالة البشارة والنذر، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لإقامة الحجة على الناس من ناحية، يعني بشارة الناس ونذارة الناس. حاجة الناس إلى الرسل من أعظم
ما يتصور، أعظم من حاجة الناس إلى الطعام والشراب في الحقيقة، وأعظم من حاجة الناس إلى يعني المهرة من الأطباء. والناس دائما يبحثون عن الطبيب الماهر لأنه يعالج البدن، لكن الرسول يعالج القلب، والبدن إلى زوال وإلى فناء، وغايته أن يموت، وليست الأبدان بشيء، وإنما الرسل يصححون طريق الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وتقدم معنا في خطبة الكتاب الفرق بين النبي وبين الرسول، وأن الراجح أن النبي من أرسل تقرير شرع سابق، وأن الرسول من جاء بشرع ناسخ للشرع الذي قبله. وكذلك نقول في الإيمان بالرسل أنه على إجمال وتفصيل، الإيمان الإجمالي لكل من سمى الله سبحانه وتعالى، ومن لم يسمى فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن يعني الرسل يعني كثيرين، وأن الملائكة يعني وأن الأنبياء كذلك، إلا نوح وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، فهم كثيرون كما أخبر الله تعالى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا نؤمن إيمانا تفصيليا بمن سمى الله تعالى في كتابه، وهم 25 نبيا ورسولا، 18 منهم على نسق في سورة الأنعام في تلك حجتنا، وفي تلك حجتنا منهم 8، تلك حجتنا يعني الآية المعروفة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى آخر الآيات الثلاث، على نسق فيها 18 نبيا ورسولا. ثم بعد هذا في متفرقات القرآن ذكروا يعني 7 أخر، وجمع يعني الناظم هذا في قوله في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. يعني يقول لك اذهب إلى سورة الأنعام واقرأ وتلك حجتنا، تجد فيها 18 على نسق، يبقى 7 في متفرقات الآيات، ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا صلى الله عليهم أجمعين وعلى نبينا. هؤلاء يعني يجب الإيمان بهم إيمانا تفصيليا لأن الله تعالى سماهم لنا، ولا حاجة بعد هذا لتتبع كم كان عددهم ومن هم الذين لم يذكرهم الله سبحانه وتعالى، وكم عدد الأنبياء وكم عدد الرسل، لأن هذا يحتاج إلى توقيف، وليس هناك توقيف في الحقيقة، وما ذكر في ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحسبنا الإيمان الإجمالي أن الله سبحانه وتعالى يعني أرسل رسلا كثيرين وأنبياء كثيرين لا يعلم عددهم إلا الله، فنؤمن بهم نؤمن بهم إيمانا يعني إجمالي. كما تقدم النبوة يعني اجتباء واصطفاء، ليس كما عند بعض الفلاسفة وبعض الجهلة وبعض الصوفية كذلك إن النبوة نوع من المجاهدة، ولهذا بعض الصوفية طمع في أن يكون نبيا، جعل يجاهد ويجتهد، ويعني تصور أنه بهذه المجاهدة سينزل عليه وحي، وهذا خلل وخطل، وليس الأمر كذلك، وإنما يعني هذا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الأنبياء والمرسلون دلائل نبوتهم كثيرة، لابد أن تكون لهم دلائل يعرفها الناس حتى تقوم الحجة عليه. أعظم هذه الدلائل المعجزات التي بعث بها كل نبي، ما من نبي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، يعني ما من نبي إلا وله معجزة، والمعجزات قد تكون حسية وقد تكون معنوية، عصا موسى معجزة حسية، ناقة صالح معجزة حسية، إبراء المسيح للأكمه والأبرص وإحياؤه للموتى معجزات حسية، وكل هذه معجزات. وقد يعني ترى أن بعض المعجزات غير ظاهرة وبعض الآيات غير ظاهرة، مع أنها عند التأمل ظاهرة، كما رأى هذا قوم هود لما قالوا لنبيهم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، لأنهم لم يروا شيئا ظاهرا، ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، فبين لو أن معه آية، لو أنهم فطروا. ما هي الآية؟ الآية أنه وقف لهم وحدهم وقال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا. هذه الآية، أنتم أمة كبيرة
وأعداد لا حصر لها، وعندكم من القوة ومن السلطان ومن الأسباب، وأنا رجل واحد لا سلطان عندي ولا يعني أسباب، كيدوني جميعا. ثم يحرش ويحفر يقول لا تنظرون، لا تستعجلوا، لا تتأخروا، إذا استطعتم أن تضروني فافعلوا، لكنكم لن تفعلوا، إني توكلت على الله ربي وربكم. وبالفعل عجز قومه أن يضروه أو أن يمسوه، هذه آية، لأن الله منعهم عنه، آية دقيقة في الحقيقة لكنها ظاهرة، حتى أنهم عجزوا عن فهمها وقالوا ما جئتنا ببينة، فدلهم على أن معي بينة عظيم، أنكم لا تسلطون عليه، وأتحداهم. وهذه معنى المعجزة، المعجزة شيء خارق للعادة، يتحدى به النبي قومه. وأكمل المعجزات وأعظمها معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم، وسبب تفضيل معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أنها معجزة معنوية، وبالتالي لا يعني تزول بزوال الزمن. أين ناقة صالح؟ ذهبت. وأين عصا موسى؟ ذهبت. وأين الذين أبرأهم يعني المسيح؟ ذهبوا وماتوا، فماتت هذه المعجزات ولم تبقى. لكن أين القرآن؟ القرآن باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كلما أتى جيل فإنهم يستخرجون عجائب من القرآن، كلما نظروا في القرآن رأوا أنه معجز. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل، والناس يأتون وهم أصحاب الفصاحة والبلاغة على مدار العصور، ومن أراد أن يحاول فليحاول، فإنه لا يستطيع أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة من مثله كما تحداهم الله عز وجل. هذا سر يعني أن هذه الآية من أعظم، لأن المعجزة المعنوية تبقى بينما المعجزة الحسية تزول، على أن نبينا صلى الله عليه وسلم شارك كثيرا من الأنبياء قبله في نفس معجزاتهم الحسية، وتميز عنهم بمعجزات حسية أخرى كثيرة، كانشقاق القمر وتسبيح يعني الطعام بين يديه، وتكثير الماء بين يديه، ونبع الماء من بين أصابعه، وكلام بعض الحيوانات له صلى الله عليه وسلم، وحنين الجزع، بكاء الجزع، وسماعه لصوت بكاء الجزع وهو يعني لما تركه واتخذ المنبر سمع حنين الجزع صوت بكائه. كل هذا من المعجزات التي رآها الناس، الناس يرون تكسير الطعام 1400 يأكلون من شطر الشعير ونحو ذلك، أو ربما يزيد عن هذا أضعاف مضاعفة، يكفيهم شاه ونحو ذلك، والناس يشاهدون هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يبرك ويضع يده ويعني يقرأ شيئا من كلام الله عز وجل أو نحو ذلك، وإذا بالناس يرون حتى أراهم القمر في القتين، وهذا عجيب، والله عجيب أن ترى نصف القمر هنا ونصف القمر هنا، هذا ما حصل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل إلا يعني يومه. فالمعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد صنف فيها كثير من أهل العلم، لكن ليست يعني دلائل النبوة قاصرة على مجرد المعجزات، وإنما دخل فيها معاني أخرى كثيرة، منها إخبار الأنبياء بما سيكون. النبي قد يخبر بشيء لم يكن ثم بعد هذا يكون، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ولم يكونوا غلبوا، ثم إنه قال في بضع سنين، وفي نفس البضع السنين حدث ما كان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، وقد ظهر. هذا نوع من الإعجاز، بل من أعجب معاني الإعجاز أن تنزل الآيات في ذم رجل من الكافرين، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لو كان هذا يريد أن يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم كان قال له أنا أمنت، والمؤمن يعني يغفر الله له، وقالت أم جميل وأنا كذلك أسلم، تبقى مشكلة. لكن هذا إشكال في التصور في الذهن، إشكال في الخيال، لا يتصور، لا بد ما دام نزلت تبت يد أبي لهب وتب، فقد حيل بينه وبين سيبقى أبو لهب كما قال الله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. ولهذا بقاء بجهل على الكفر، أبي لهب على الكفر، هذا أيضا نوع من إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، بينما كان مثل أبي لهب كثير ممن يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه وحي، ويعني كانت هدايته وكان يعني ما كان من غنائه في هذا الدين. كذلك الإحكام الشرائع التي جاء بها الرسل، هذا في الحقيقة نوع من يعني الإعجاز الذي كان، لا ترى في أي تشريع من تشريعات الأنبياء المحفوظة وخصوصا تشريع النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى إلا عين الحكمة،
حتى أنك ربما بينك وبين نفسك إذا حدثت نفسك تقول لو أن الله تعالى كان أحل كذا أو كان حرم كذا أو فعل كذا، ثم سرعان ما تقول لا لا لا، الذي يعني كان هو أفضل الأشياء، هذا الذي تصورته وتمنيته للحظة ليس هو الحكم وليس هو المصلحة في الحقيقة. كثيرا ما يحدث هذا من يعني الناس. كذلك من وسائل الإعجاز أنك ترى الرسل جميعا طريقتهم واحدة فيما يأمرون به من عبادة، أصول الشرائع واحد، الكل يأمر بتوحيد الله، الكل يأمر بصلة الأرحام، الكل يأمر ببر الوالدين، الكل يأمر بمكارم الأخلاق، الكل يأمر بنفس القيم الثوابت، لا يكاد ينخرم شيء من هذا. كل هذا يعني دليل على كثرة يعني صور الإعجاز التي بعث بها المرسلون عموما. ومن هنا يتكلم العلماء في قضية تفريق بين الإعجاز وبين يعني الخوارق العادة، قوارق العادات الأخرى زي مثلا الكرامات أو زي وساوس السحرة وخوارق السحرة، يشتركون الثلاثة المعاني في أن كلها أمور خارقة للعادة، لكن يتميز المعجزة أنها تكون لنبي وأنه يتحدى بها قومه وأنهم لا يستطيعون أن يعني يأتوا بمثلها. وأما يعني خوارق الكرامات فإن صاحبها في العادة لا يحب أن تظهر لأنه مؤمن، لأن الكرامة لا تكون إلا الولي الأولياء، والولي حقا لا ينادي على نفسه بالكرامة بل يسترها ولا يسعى إليها، وإذا جاءت لا يسعى إلى إظهارها ولا يتحدى بها ولا يدعي بها شيئا، وإنما يراها نوع تفضل من الله عز وجل. وكذلك الفرق بين الكرامة وبين يعني خوارق السحرة نحو ذلك، أن الكرامات تكون للأولياء، الأولياء هم أهل طاعة الله عز وجل ولا يعني يظهرون مثل هذا، بينما خوارق السحرة يعرف هذا منهم بكفرهم ونفاقهم وبعدهم عن منهج الله عز وجل. فلو رأيت صاحب بدعة أظهر نوع من يعني ما يخرق العادة لا تسمي هذا كرامة، كما قال يعني ليس رحمه الله لا تصدق صاحب البدعة وإن مشى على الماء. سمعها الشافعي قال قصر والله ليس لا تصدق صاحب البدعة ولو مشى على الماء أو طار في الهواء. ولهذا لما أقول لك فلان كان نعش طاير، طب ما يطير، لا تقول لا 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 ما حصلش، لا لا خليك أسهل من هذا، قل له طيب نعشه طار يطير، هذا نوع من يعني من وسوسة الشيطان ونوع من إغواء الشيطان ونوع من فتنة الشيطان لأمثالك ممن يعني يستدل على يعني المعاني بما لا يصلح أن يكون استدلالا. إنما نقول هل كان هذا الرجل على المنهج، هل كان على الجادة، هل كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما تقول لي رجل كان يفعل ويفعل من أمور يعني البدع الكثيرة وما أكثرها، ثم تقول لي ولما مات يعني مات ترى نعشه أو نحو ذلك، هذا باب من أبواب الشيطان ويستغله المبتدع كثيرا. ولهذا ترى صاحب ابن عربي مثلا صاحب الفتوحات وغيرها يقول إن هذا الكتاب جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطانيه وقال أخرج إلى الناس وقل لهم هذا الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم وقد صنفته بناء على هذا. طبعا الغافل المغفل الغمر الجاهل يقول سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم جاله في المنام وقال له خذ هذا الكتاب، يبقى ده كلام النبي، يبقى كل الحلول والاتحاد والكفريات هذه كما لو كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مثل هذا. وما ما الذي حدث؟ إما أن الرجل يكذب وهو أهل الكذب، يكذب على إذا كان يكذب على الله فكيف يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يرى يعني أنه ليس في الكون إلا حقيقة واحدة وأن كل ما في الكون مظهر لنفس الحقيقة وأن يعني عباد الأصنام على صواب لأنه عبد الله في الحقيقة وأن فرعون على صواب لأنه ما قصر في إلى آخر يعني مخرقته، فكيف يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب لو قلنا أنه لم يكذب نقول كذب الشيطان عليه ولبس عليه ويعني فتنه، وهذا يحدث كثيرا. ولهذا لا ينبغي التصديق بالخوارق التي يأتي بها من ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس على يعني سنته. بقي أيضا بحث متعلق بهذا الباب الإيمان بالرسل، وهي مسألة يعني العصمة الأنبياء، والذي ينبغي أن يتفق عليه بلا خلاف بين أهل العلم أن الأنبياء جميعا معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وتعالى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله
يعصمك من الناس. الأنبياء معصومون في قضية البلاغ، فلا ولهذا كلهم أدى يعني الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة. ولهذا في الحديث عرضت علي الأمم فوجدت النبي يأتي ومعه الرهط والرهيط والنبي وليس معه أحد، ومع هذا لم يلومه الله أنه ليس معه أحد. يأتي بعض الأنبياء ليس معه أحد ولا واحد آمن بالله، ومع هذا فبلغ وأدى ونصح وأدى ما عليه. وأما قضية الاستجابة هذا شأن الله سبحانه وتعالى، فلا خلاف على أنهم جميعا معصومون فيما يتعلق بالبلاغ. وأما عصمتهم من المعاصي يعني فيما لا يتعلق بالبلاغ فيعني اختلف فيها بعض أهل العلم مع اتفاقهم أنهم لا يأتون الكبائر، لكن اختلفوا هل تؤتى منهم الصغائر أو لا تؤتى. فقال يعني بعض أهل العلم إنهم معصومون مطلقا من الكبائر ومن الصغائر، وقال يعني بعض أهل العلم بل تقع منهم الصغائر، ويكون هذا يعني من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. والأدلة على هذا ما ذكر الله في القرآن من يعني أن موسى قتل الرجل، وأن يعني فلان من الأنبياء حصل منه كذا وكذا وكذا، وأن يعني يونس يعني كان منه كذا، وأن ولهذا في حديث الشفاعة وإني يعني قد كنت فعلت كذا وكذا اذهبوا إلى غيري. حتى على قول من قال بأنهم يعني غير معصومين من الصغائر فإنهم يقولون لكنهم لا يصرون على الصغائر ويتوبون عنها ويرجعون، ويكون التأسي بهم في التوبة والتأسي بهم في يعني الاجتهاد في التوبة إلى الله عز وجل مما وقع. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وهذا البحث على كل حال يعني ليس هذا مجال تفصيله أكثر من هذا. بقي يعني أن نذكر بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وبها نختم. فمن خصائصه أنه خاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد ولا شك على كل الفرق المبتدعة التي زعمت أن منها نبيا كالقديانية الذي لهم قناه الآن والبهائية والجنون فنون. على كل حال ما أكثر ما ترى يعني من الدجالين الكذابين الذين، وهذا من أيام من النبي صلى الله عليه وسلم، هم لا يستحيون. يخرج يعني مسيلمة فيزعم النبوة ويقول إني قد يعني شاركتك في الأمر، ويأتي بكلام ركيك يضحك منه الصبيان ويسميه يعني قرآنا بالنسبة له، وتخرج سجاح المرأة وتدعي أيضا النبوة، وبعدين يلبس الشيطان عليهم يقول لا تتزوجيني وتتنازلين، تقول له ماشي ويتزوج مسيلمة من سجاح وتترك سجاح النبوة. هذا لعب أولاد في الحقيقة، لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن كانت قنوات ويعني وإن كانت يعني جماعات وإن كانت يعني ميزانيات تعرض لمثل هذا، هذه القضية ما ينبغي أن يختلف عليها عاقل، بل أن يكون مسلما. من خصائصه الشفاعة العظمى، كذا له الشفاعة العظمى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود، شفاعة عظمى خاصة به يحمده فيها الأولون والآخرون. حين يعني تدنو الشمس من الرؤوس ويعرق الناس على قدر أعمالهم، ويتمنى أهل الموقف أن يذهب بهم ولو إلى النار، ويجتمع عقلاء الناس إلى الأنبياء يذهبون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وموسى وعيسى، لكل يعني نبي يقولون أنت كذا ويذكرون من شأنه ويثنون عليه. ألا تشفع لنا عند ربك؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك أن يأتي الفصل بين القضاء فيذكر ما كان من شأنه وما كان من شأن الله؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبة لم يغضب قبلها مثلها ولن يغضب بعدها مثلها، وإني كنت فعلت كذا اذهبوا إلى غيري. والكل يحيل حتى يذهب الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويسجد عند العرش ويفتح الله عليه بمحامد يقول لا أعرفها الآن. يعني وقتها يكون من فتح الله عز وجل، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، وتكون الشفاعة العظمى التي يحمده فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، يشترك فيها عموم الخلائق من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها كذلك عموم بعثاته إلى الثقلين، فإن كل نبي كان يبعث إلى قوم خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين الإنس والجن عامة. ومن خصائصه القرآن العظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ومن خصائصه المعراج الذي يعني عرج
به إلى السماوات العلى، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلى. هذه بعض خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبها يعني ينتهي يعني تلخيص لبعض ما يكون من الإيمان برسله، كما ذكر المصنف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. بقي معنا شيء يسير أيضا في الإيمان باليوم الآخر والقدر قبل أن نتجرد لتفصيل يعني المصنف في الباب، وهو الذي قصده من هذا الكتاب المبارك بالتركيز على أبواب الصفات. والله سبحانه وتعالى هو المسؤول أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عباده الموفقين المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يعني هذا السؤال فقط الذي نجيب عليه مع كثرة الأسئلة لأنه فيه أهمية. يقول جاء سؤال في امتحانات الأزهر: المؤمن يرى الله في كل شيء، صح أم خطأ؟ طبعا هذا لفظ يعني لا ينبغي أن يذكر، خصوصا إذا كان في الأزهر، لأنه يعني في بعض التخليط بذكر بعض الصوفية ونحو ذلك. تخريج الحسن أن نقول يرى الله يعني يرى أثر صنعة الله عز وجل، يعني إذا نظر إلى شيء فإنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو صانعه وهو خالقه، هذا التخريج يعني حسن. لكن اللفظ يعني كثيرا ما يستعمل على غير هذا المعنى عند أصحاب القول بوحدة الوجود، الذين يرون الكون كله إنما هو مظهر من مظاهر الرب سبحانه وتعالى، وأن الرب حل في هذه المعاني كلها، ثم يعني بعد الحلول أتت يعني معاني الوحدة، بحيث صارت هذه الأمور التي ظاهرها الاختلاف هي في الحقيقة ليست مختلفة، وإنما هي يعني مظاهر لشيء واحد. وهذا يعني مذهب ابن عربي ومذهب يعني غيره من الصوفية الذين يعني يقولون إنه ما في الجبة إلا الله، وهذا الحلاج الذي قتل على الكفر، والذين يقولون يعني إن كل شيء هو الله لأن فيه حقيقة الرب سبحانه وتعالى. هذا معنى نهاية ما يكون من كفر أشد من كفر يعني اليهود والنصارى وغيرهم من الطوائف. ولهذا لا ينبغي للمدرس أن يضع سؤالا كهذا، لأن هذا يشكل، إلا أن يكون الرجل قصده ويعني هو يدين بمثل هذا الكلام، وحينئذ يكون هذا أخطر وأخطر. لكن إذا كان اعتقاده صحيحا فلا يتصور أن يضع سؤالا كهذا يلبس به على الطلبة: المؤمن يرى الله في كل شيء، صح؟ أو إذا قال صح أو خطأ كأنه يمكن أن يقال ما دام جعل سؤال من الصح والغلط يريد أن يعني يجعل الناس يقولون هذا غلط، لأن هذا يؤدي إلى معاني يعني الوحدة والاتحاد والحلول ونحو ذلك من الاعتقادات الكفرية. إن كان قصد هذا فهذا حسن ما دامت على طريقة الصح والغلط. المهم أن تعرف هذه المسألة، وأن هذا مما لا يصح، خصوصا أن تسمع هذا أحيانا في بعض التوشيح: أراك في كل شيء فأنت كل شيء. هذا كلام غلط وكلام لا يجوز. فالله سبحانه وتعالى عند أهل السنة فوق سماواته بائن من خلقه مستو على العرش، هذا اعتقادنا في ربنا سبحانه وتعالى. فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، يعني ليس حالا فيهم. أما عند غلاة الصوفية فإنه ليس بائنا من خلقه، وإنما خلقه جميعا هم صورة أو صور متعددة لمعنى واحد، وهذا كلام في غاية الكفر والعياذ بالله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.